بسم الله الرحمن الرحيم إخواني، هذا الفيديو ما كنتش غادي نديرو في الحقيقة، ولكن على السريع، لأنه سمعت أن كاين واحد القانون ربما 22/20 وبعض المواد فيه يمكن 14/15/16 شي حاجة بحال هكا، أنه غادي يجرم أي واحد يعني يبخس واحد المنتوج وطني ديال شي شركة أو واحد العمل فني أو ربما بحال هكا اللي فهمت. انا ما طلعش في الحق على الحيثيات ديال هذا القانون، ولكن ربما بداو الناس يهضروا فيه، ودرتو على السريع لان تنعرفوا بان عدم رجعيه القوانين. خصني نهضر اليوم لان ربما سمعت غادي يدوز غدا او بعد غدا في البرلمان، وعلى الارجح سيصادق عليه، وبالتالي يعني ما يمكن ليش ندير هذا الفيديو الا مشى حتى صادق عليه. اللهم نديرو دابا ساشون كيليا لو برينسيپ لا نون ريتروكتيفيتي دي لوا. من واحد ناحيه الاخوان اللي غادي ربما الفروق البرلمانيه اللي غادي يوافقوا عليه عندهم واحد المفهوم انه حقيقه تبخيس المواد والانتاج الوطني عنده يعني نتائج سلبيه دي كونسيكونس يعني على الاقتصاد الوطني. وتنعرفوا انه الا مثلا قطعنا واحد المنتوج او لا شي حاجه بحال هكا، راه يعني هذيك الشركه ربما دير فايت، ربما ملي دير فايت يعني واحد العدد العمال غادي يلقاو راسهم في الشارع بدون عمل، وهذا في الحقيقه غير صالح للاقتصاد الوطني بتاتا. ولكن انا تنقول الراي ديالي، هذا القانون ربما شافوا بان واحد العدد الناس في الحقيقه اللي صراحه تيكونوا كما تنقولوا على سبه، حتى يلقى شي ضانون فيه شي بخوشه ولا شي عصير فيه شي 10 دريال قديمه ولا شي مصيبه بحال هكا، ويبدا يشهر ويبخس ويوري داكشي للناس، ويعني تيكون مشكل في الحقيقه، تيكون مشكل. هنا تنقول الناس ما بقاش عندهم الحق يعني يكريتيكيو شي حاجة اللي شافوها ماشي هي هذيك، ويا في الحق ربما حتى الناس صراحة تيزيدوا فيه شوية، بعثرات تيزيدوا فيه وماشي غير شوية، بزاف كاع، حيت نلقاو شي حاجة في شي منتوج أو شي حاجة يعني ماشي توصل لدرجة أنه تيولي داكشي، ومع سورتو مع هادشي ديال هاد لي السوشيال ميديا، يعني ولا كلشي صحفي ولا كلشي مراسل ولا كلشي تيفهم ولا كلشي، وانا واحد منهم اللي انا وليت تنفهم. باختصار انا تنقول هاد القانون خاص على الاقل باش يكون ديمقراطي، علما اننا حنا غاديين يعني في تطوير الديمقراطيه والحمد لله، وكلشي تيتشدق بهذه الكلمات ديال تطوير الديمقراطيه، يعني لان تطوير الديمقراطيه تساوي يعني الحريه، والحريه يعني تكون تخلي الفرد او الشخص او المواطن تكون عنده اكثر حريه للابداع وللانتاج، وهذا بالتالي تؤدي لواحد النمو اقتصادي وواحد الاقلاع اقتصادي، يعني كما عرفوا أو عرفته جميع الدول الديمقراطية الغربية. إنما تنقول خص على الأقل باش يكون هذا القانون ديمقراطي هو براسه، يكونوا قوانين موازية، أنه المواطن إلا لقى مثلا شي حاجة في الحليب أو في الماء أو في العصير أو شاف شي برنامج، يعني من دوك أمثلة على البرامج البايخة ديال دوزيم ديال الأولى وديال يعني شاف شي رداءة، شي بؤس في الإنتاج، أي نوع من الإنتاج، خص يكون قانون أنه يعطي الحق لهذا الشخص أو لهذه المجموعة الأشخاص باش يديروا دعوة بهذاك المقاول أو لهذاك المنتج ديال ذاك المنتوج، سواء كان منتوج يعني فلاحي او منتوج صناعي او منتوج فني، او يديروا عليه دعوه. ولا كان هذا القانون تيحكم بخمس شهور حتى لخمس سنين وبغرامه ماليه على اللي بخس او قال شي حاجه على شي منتوج وطني،
خاص يكون قانون موازي اللي الى مواطن او مجموعه من المواطنين لاحظوا ان واحد المنتوج فيه شي عله من العلل، اما يعني عله اما من من من, من المستوى ديالو او يعني لا كاليتي ديالو او هذا، خاص يكون قانون موازي انه هذاك المنتج هذاك المقاول او لا هذيك الاذاعه ولا هذا يتحكم على المسؤول فيها من 10 شهور ل 10 سنين، يعني الدوبل على الاقل يكون الدوبل ديال داكشي باش غادي يتحكم على داك الشخص اللي غادي ينوض يبخس في واحد المنتوج. وهنا غادي نلقاو راسنا امام قانون متوازن وديمقراطي، يعني تعطي الحق المقاول انه ما يخافش على راسه، كل من هب ودب ينوض يعاير له في المنتوج ديالو ويطلب في المقاطعه ويخرج عليه ويخرج على العمال ديالو، ولكن حتى هو غادي يجمع راسو وحدا راسو ويدير منتوج اللي غادي يكون عنده واحد العلاقه ما بين لا كاليتي ديالو والثمن ديالو. اما بالنسبه للاثمنه، على ديك الاثمنه يعني انا غادي نصنع واحد القرعه ديال الماء باغي نبيعها انا بمليون، عجباتك شريها، ما عجباتك ما تشريهاش، هذاك شغلك، قطعه ما تشريهاش، ولكن ما عندكش حق تقول للناس الاخرين قطعوها. هذا هو المشكل. تقدر انت تمشي وتمشي لاسبانيا وتمشي لايطاليا وتمشي لفرنسا وتشوف ان قرعه الماء تدير مثلا درهم ديالنا، ونفس القرعه الماء ويعني وقل منها حتى من ناحيه الجوده تدير عندنا 7 ولا 8 درهم، يعني الثمن مضروب في 600 ولا 700 مره باقل جوده، ما بقاش عندك الحق تقول هذه الهضره. هذا على حساب القانون الجديد على ما فهمت، ربما نكون خاطئ، نتمنى ان يكون خاطئ. اذا خص المقاولين حتى هما يتدار لهم قانون، المنتجين عامة يتدار لهم قانون اللي يعني يكون جزري باش ما يبقاوش يديروا اللي يبغاو، وفي نفس الوقت يكون يعني قانون اللي يجعلهم بالسيف عليهم يقلبوا على الجودة ويقلبوا على العلاقة المثالية ما بين الثمن والجودة. وتظهر لي راني درت هذا الفيديو اللي ما استعديتلوش في الحقيقه على السريع، تنتمنى انه هذه الفكره تدوز ويفهموها الاخوان. وعلى العموم انا تنشوف هذا القانون بانه غالبا غادي يدوز بالاغلبيه المطلقه، وشكرا.